العوافي يا فارس. يعافيك يا خيه. مبروك العروس، ان شاء الله تهنى. الله يبارك فيك. بسيطه يا فارس، ما كون حليمه خليتك تهنى. مسعود ايام اقرب جاي، اقرب جاي ايام. ودي اياك تدير بالك على الحلال لما ارجع. تامر يا عمي. زين زين. وين كنت يا فارس؟ كنت عند رجال بيت الشيخ. بي شيء؟ جتني حرمة الشر بعيونها، خوفتني وقالت انها جاي ترزق، لكن انا ما صدقها وكاد وراها سالفة. تدري وين راحت؟ راحت البيت الشيخ. اي وانا جاي من بيت الشيخ لقتني وحده وباركتني، وصوتها مو هو غريب عني. يجوز هي. بس انت تقولي غريبه، وهذه نادتني بالاسم. يجوز واحده ثانيه. معقول هي؟ وايش بي؟ افكر بهالحرمه. علامه؟ كانت متغطيه بالمنديل، لكن صوتها اعرفه. وكاد مغطيه بالمنديل لجل ما تعرفها. كانت الحرمة اللي ببالي تكون جاية لأجلي أنا. وإيش بينك وبين؟ تريد تنتقم مني. اسمعي، تقدر توصفيها؟ إيه، طويلة وبيضة وعيونها ملونة. وكاد هي. وين رايح؟ رايح أشوفها وأحكي معها، ولزوم تعرف الحقيقة قبل ما تغدر بي. لا لا يا فارس، لا تتركني هان الحالي، يمكن ترجع. لا تخافي، ما توخى. لا تطول يا فارس، أظل قلقانة عليك لما ترجع. لا واصل لك 80 طاق أكيد. يعني من هنا وجاي من هنا. لا لا تظلمه، لا تظلمه يا شيخ. لا تظلمه صغير، احنا خلينا نشوف صغير 60 الله أعلم 60. لا لا 80 واصل. لا 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 الله يزيدك. السلام عليكم. لك السلام ورحمة الله. هلا 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 حياك الله. خير يا أبو فارس؟ وكاد قاعد تحكي عن رعيتي الحلالي. لا بالله كنت اسال عنك. بس انا ودي اريحك وابطل ارعى. ليه؟ وش ناوي تساوي؟ اريد احط راسي براسك واظل لعبك سيجه. هذا من صالحي. على القليل الاقي من اتسلى معه. اقول يا شيخ، اريدك ترخص لي باثنين يروحوا معي للقريه باكر. تامر على كل الرجال يا ابو العنود، بس ليش؟ اي حلالي كثيره ومن بحاجتها، اريد اجلب منها وبيعها. وليه تجلب وتبيع؟ ليه ما تسمع رايي اللي قلته لك؟ فكنا من هالسالفه يا ابو فارس. هذا الشيخ فواز، ناخذ رايه بالسالفه. انا مريد اهرج بهالسالفه. وايش قلت يا شيخ؟ أقول تامر خذ مناحي أو مسعود، بس نسمع رأي أبو فارس أول. رأيي إن نجوزه. الصحيح رأي زين، وهالحين صرت أنت بحالك. وليه ما تجوز أنت يا شيخ للعين؟ أنا عندي أمي وأخوي، ما أنا لحالي. بعدين مثل ما تشوف البيت دايم مليان رجاجيل. كلام سرحان بمكانه، ليه ما تجوز؟ لا تحول الكلام علي انا، خلنا بسرحان. انت يا سرحان صرت لحالك وتحتاج من يخدمك. ما احتاج من يخدمني. اقول لك خلوه، ان ما جيت بعد اسبوع وطلبت منا ندور على عروس ما اكون ابو فارس. تشهدوا يا الحاضرين. شوف البيت ما بيه ناس،
أقعد بيه لما يعودوا هلو. الجوع ذابحني. كاد أهل البيت معهم بالديرة، بيتهم فاضي وخبزهم يابس. المهم إني قريبة منك يا فارس. آخر لياليك يا فارس. ها يا فارس، شفتها؟ لا ما شفتها، وما أدري وين راحت. راحت بيت الشيخ. ما جتهم. والرأي يا فارس، أخاف تسوي بينا شيء. ترى ديري بالك بغيابي، واللي فات على البيت لا تفوتيه، وأنا لابد أشوفها وحكي معها إن كانت هي. والله يا فارس شكلها نوات شر. لا تخافي، ما تقدر تسوي شيء. أنا خايفة تغدر بيك أنت. لا توصي حريص. علامك يا فارس، ودك تنام؟ تعبان يا العنود وده نام. وانت يا تيجي هان وتنام يا تغيب عني يا فارس، خلك قاعد، اريد اقعد معك. تعب دوارت على الفرس بين عليها الحين. ما ودك تاكل؟ انت بعدك ما كليت من ذاتي. طيب هو الاكل وين؟ ما انا شايفه. اسخن بيه. زين زين يا العنود. وش انت يا حرمة؟ وش تساوي الآن؟ أنا غريبة، جيت من مكان بعيد، لقيت البيت فاضي، قلت أتريح ومن التعب نمت. بس أنا ما عندي ناس، ساكن بالبيت الحالي، وش يقولوا عني الناس لو شافوش عندي؟ يا رجل قلت لك غريبة، وين بدك يعني أروح بهالليل؟ أنا إن كان علي أنا ما يهمني، بس الناس. إن كان بدك تطرد ضيفتك وهون عليك حرمة تطلع بهالليل، امشي هالحين. لا خلاش قاعدة. يا رجل انت ما عندك طعام؟ تراني ميتة من الجوع. كل شيء يصير هالحين بإذن الله. وليه ساكن لحالك؟ هلك وين؟ انا ما عندي ناس، بنتي تجوزت جديد وحرمتي الله يرحمها. تحب اساعدك؟ لا لا خلاش قاعدة. أنا ما عندي ناس، بنتي تجوزت جديد. باكر ترجع لك. هلامش العنود، ليه ما تاكل؟ أفكر بأبوي يا فارس، شلون بده يعيش لحاله هسا؟ مين بده يطبخ له؟ مين بده يكنس البيت؟ مين يخذ ظلمه؟ معقول أبوي يقدر يساوي كل هالشيء لحاله؟ حنا لزوم نقنعه، ما يصير يظل لحاله. يا ليت نقدر نقنعه، بس هو ما يقبل. على كل حال أنا راح أحكي معه وأقول لأبوي والشيخ بعد حتى يقنعه. وإيش رأيك يا فارس؟ إذا ما قبل يسكن معنا نقنعه يتجوز. رأيي زين. ترى أبوك يمكن من زمان يفكر بالزواج، لكنه مستحي من الناس لأنه رجل كبير. والله يجوز. على كل حال نزوم نلاقي له واحدة قبل ما نحكي معه. هي هذه بسيطة، وإن ما لقيناه نجوز أمي. هي عشان عمي يذبحك. لا تواخذينا، الجود من الماجود. مقسوم غانم.
بسم الله. لا تواخذيني، أريد أسألك سؤال. أنت ما يعرف باكر مين يخذ لك اللبن؟ باكر أرسله البنت تخذه. بنتك بعدها عروس، انت عريسها ما يقبل. لكن ما قلتي لي ما يعرف انتي هالبادية الكبيرة. وايش اللي تريديه من عربنا؟ ادور ان يقضى علي ذكروهن لي بهالعرب. ما سمعت عن انياك ضرب بعربنا؟ ما لقيتها نرحل. لكن ليش تدوريهن لحالك؟ ما عندك احد يدورهن؟ لا انا ارمله، جوزي انذبح ما لي احد. لا 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 لا، تدري انا اكره القتل لأنه ما يجي من وراه غير خراب البيوت. من مدة أيام انقتل واحد بعربنا، شاب بول عمره ما تهنى بشبابه. ومين قتله؟ قاطع طريق ما عنده لا رحمة ولا شفقة، لكن لقى جزاء قتله نسيبي فارس. وش اسمه اللي يذبحه نسيبك؟ قال اسمه شداد، قاطع طريق خاين، الله أعلم قديش ذبح وسرق. كان الحاجة خالته يسرق. علامك ما تاكلي. الحمد لله شبعت. لا عاد، ما دام شبعتي تريحي ونامي وانا اروح انام بلا مراح. اقول انا باكر اروح القرية ابيع شوية من حلالي، والبيت واللي فيه بمانتج. توكل على الله. اي شاطرة، عرفتيها بلوة فارس. حرمة شداد؟ اي حرمة شداد اللي ذبحته يا فارس. وايش اللي جايبك هان؟ جيت ادور قاتل رجلي مثل ما ذبحوا، اريد اذبحوا. بس انت تدري ان رجلك قاطع طريق ودمه مهدور. ادري. واللي مثله حياته معرضة للموت، وهذا هو مات نتيجة فعاله الشينة. وأنا وش ذنبي أعيش أرملة؟ هو السبب. ليه يبعد عنك ويقتل ويسرق؟ ليه ما صدتيه عن فعل الردية؟ أنا يدور رزقته حتى يعيش. باب الكريم واسع وفي مية شغلة وشغلة غير القتل والسلب والنهب. حكيت له لكنه ما سمع كلامي. طريق الشر قصير، واللي يمشي بيه لابد يلقى جزاء، وشداد هو اللي بدا الشر معنا. سرق فرس الشيخ وقتل اثنين من عربنا، وانا بعد ضربني بالشبرية وكان يريد قتلي. وهالحين بعد اللي سمعتيه ان كان ودك تذبحيني اذنا قدامك. لا يا فارس، خليك مع عروستك الله يهنيك. طيب يا خيا، وانت وش ناوي تساوي؟ الله يصبرني على بلوتي.
أريد أرجع لعربنا. لا بالله ما ترجعي، أنت الحين ضيفتي والزوم أقوم بالواجب. مشكور يا فارس. أنت الحين تمشي معي البيت أبوي وتقعدي مع أمي وتعيشي معنا. لا يا فارس، الزوم أرجع. وإيش لك هناك ترجع مشان؟ ما أنا شفت حياتكم يا بنت الناس، خليك معنا والله يقدرنا أن أعوضك عن حياة الشقة اللي عشت بيها. ها وش قلتي؟ الأيام الجاية أحسن من اللي راحت. هلا العواف. وين كنت؟ كنت عند هلي. وابوي شفته؟ ابوه شراع القريه وده يبيع بعض حلاله. ايه اريح له. بس انا عاد لقيت له عروس زينه. صحيح؟ من هي؟ الحرمه اللي جتنا البارح. لا يا فارس، هذه حرمه ابوي ما يقدر عليها. يا بنت الحلال، هذه حرمه مسكينه وعاقله ومناسبه لابوك وما يلاقي احسن منها صدقيني. دي لما نشوف ابوي اذا كان يوافق. اقول يا بنت الناس، ود اشور عليك واسمع رايك. خير ان شاء الله يا ابو فارس. انت الحين ترملتي عندي لتش عريس رجل زين عايش لحاله وميسور الحال. تقصد نسيبك سرحان؟ ايه سرحان. وش قولتش؟ رجل غانم وانا متوكد انه حياتك معه رايحه تكون زينه. والله ماني داري وش ودي اقول. لا تفكر ان اقول هالكلام حتى نتخلص منك. البيت إلك وحنا هلك، لكن السترة زينة. اللي تشوفه انت انا موافقة عليه. بارك الله بيك، ارجع للبيت وانا بدي اصل الشيخ فواز. هلا ابو فارس. هلا القوة. اشوفك ترك الدوام. ابد والله، ما جاني احد من الربع اليوم، قلت اطلع اتمشى شوي. ها ودك نرجع البيت نتعلل؟ لا خلنا هنية ونهرج بلا عندي. خير ان شاء الله. لقيت عروس لسرحان واريدك تساعدني نقنعه. ومن هي العروس؟ حرمة زينة تليق بسرحان. وين لقيتها يا اخوي؟ ضيفة عندي بالبيت، حكيت معها وموافقة، بس ضايل علينا نقنع سرحان. والله يا اخوي ابو فارس، انا شايف ان هالشهر هذا يوم فرح ويوم حزن. الله يديم الافراح، هذه حال الدنيا يا شيخ. هذه بسيطة يا رجل، الا رجع سرحان من القرية نحكي معه ونقنعه ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا عم ابو نواف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلي. لا شكرا مستعجله، انا جايه اشوف اذا في اخبار عن صفوان. انا ما عندي اخبار ولا محيرني، ما جا ناس من عندهم كمان. انا قلقانه عليه كثير يا عمي، خايف يكون صار له اشي. ايه والاخ نشأت قلقان، كل يوم الثاني هو متصل من لندن يسالني عنهم وانا ما اعرف شو اقول له. الله يجيب اللي فيه الخير ان شاء الله. عن اذنك يا عمي. مع السلامه. لمان الله. سالم. يا نعم. قهوة. حاضر. أنا صفوان عبد الحميد. أهلا وسهلا، تفضل. شكرا. أنا جاي أطمن على الخيل اللي بعتها لعندكم. أي خيل؟ ما عندي علم فيها. فرس وحصان، بعتهم مع سائق بيك اب قبل أسبوع تقريبا. آه هم لحضرتك؟ نعم. هدول عاملين عندنا أرباك ومش عارفين هم لمين، السائق حطهم ومشي من دون ما يقول لمين. ممكن أشوفه؟
آسف هالسؤال يا سيد صفوان، معك إثبات ملكية؟ لا، أنا اشتريته من البادية وبعته مع السائق لهون لأني اضطريت أتأخر هناك. عفوا يا سيد صفوان، ما بقدر أسلمك إياهم إلا بإثبات. شو الموضوع يا سيد؟ يعني أنا كذاب؟ أرجو ما تفهمني غلط، هذا نادي إله سمعته ولازم أتأكد، وهذا لصالحك. أرجو أنت ما تفهمني غلط، هذه خيل أنا اشتريتها من البادية، ومش معقول أرجع للبادية مشان أجيب أصحابها يشهدوا أنهم باعوني إياها. على الأقل السائق اللي جابهم لهون يجي يشهد أنهم إلك. بتصور لو كنت مكاني تصرف هيك؟ يا سيد أنا مش راح أخذهم هسا، بس أنا بدي أطمن على وجودهم عندك. تكرم، تفضل معي. أنا بهنيك يا سيد صفوان باختيارك لهذه الخيل. كانت رحلة صعبة وشاقة لما حصلت عليهم، لكن الأفضل منهم الفرس أصايا، لكنها انسرقت. سرقت؟ كيف؟ واحد حرامي سرقها، ما زلت ببحث عنها. إن شاء الله تلاقيه. إن شاء الله. وبالنسبة للخيل اللي عندك، أنا راح أدفع أجور وجودهم في النادي. بس يا سيد صفوان لا تنسى اللي طلبته منك. حاضر. أهلين. عن إذنك. أهلين. السلام عليكم. مع السلامة. ألو؟ طيب لحظة. يا نورا، في تليفون إلي. مين؟ واحد. ألو نعم. صفوان؟ أهلين صفوان، أهلين، كيفك؟ منين بتحكي؟ من هون؟ طب أنت وين هلا؟ اسمع، أنا بروح من المستشفى الساعة 4، بعد 4 بشوفك. مع السلامة. مين هذا؟ خطيبي. آه، طمني، عساك توفقت في طلبك. أنا في مشكلة يا شيخ ومحتاج لمساعدتك. قبل كل شيء لازم نتصل بنشأة ونطمنه إنك سالم، الرجال قلقان عليك كثير. بعت له تليكس أول ما وصلت وخبرته عني، والليلة بحكي معه تليفون. زين، وش المشكلة اللي انت بيها؟ النادي اللي أرسلت له الخيل مع السائق رافض يعترف إنه الخيل إلي، وبده إثبات أو ورقة بيع. وليه أرسلتهم للنادي؟ ليه ما وديتهم على المزرعة عندي؟ خفت السائق ما يعرف وين مزرعتك، النادي كان معروف إله أكثر. بسيطة، نروح على النادي ونأخذ الخيل بكفالتي ونوديهن على المزرعة عندي. المشكلة الأهم يا شيخ إنه أصايل فرس الشيخ فواز موجودة هون في المدينة. عند من؟ هذا اللي لازم نعرفه. اللي سرقها بايعها لواحد من سكان المدينة، لكن مين هو ما بنعرف. وفواز شلون يسكت عنها؟ الشيخ فواز أعطاني إياها واعتمد علي وعلى فارس ندور عليها. نشوف طريقة نعرف هي وين. لا تهتم، لابد نلقاها. بس يا شيخ أنا مصر أعرف وين هي ومين هو اللي اشتراها. أنا ما أريدك تمشكل مع الناس، اترك المسألة هذه علي. فانتاستي، رائع. يا سلام حبيبي بجن، يا خذ العائل ايش بيه. شو هذا؟ المهم بدي اياك تصورها كويس. استاذ مدحت راح اعمل لك فيلم عليها مدته ربع ساعه، راح ابروز كل شعره حتى فديلها، عينيها راح اخذ لها كل لقطه لعين من عده زوايا. ايش بياخذ العقل راح تطلع. بدي اخذ لك وهي طاير في الهواء، طيران في الهواء، وعامله ماخذه شهيق كلها قوه. اكل استاذ صحتين. المهم عندي تعمل لي فيلم كويس عشان نعمل منه نسخ نوزعها على كل مربين الخيل في المنطقه. اكل ولا يهمك، احلى فيلم لعيونك ولا يهمك استاذ. طب يلا على راسي. انت شوف شغلك. على راسي، مع السلامه. كاميرا هون. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا. اهلين سيد صفوان، ان شاء الله انحلت. احنا جايين ناخذ الخيل، وهي رساله من الشيخ ابو نواف.
يا عمي على عيني انت والشيخ ابو نواف، انا نفسي اخلص منهم اليوم قبل بكره، لانهم اخذت مكان خير الاعضاء المشاركين بالنادي، بس ما بقدر اسلمهم الا باثبات رسمي. يا اخي هاي رح ناخذها بكفاله الشيخ ابو نواف، والرجل معروف بالبلد، اذا صار معك اي شيء هو موجود. يا اخي لو سمحت، انا فهمت سيد صفوان، هذا نادي له اسمه وسماته، وانا ما بقدر اتصرف فيهم حفاظا على سمعه النادي. يا اخي الرجل اللي جابهم لهون مكانه بعيد واحنا ما بنعرف عنوانه. اذا انا بسلمهم بالشرطه، اسلم حل، لاني ما بقدر اتحمل وجودهم عندي اكثر من هيك. يا عزيزي الخيل انا اشتريته، الخيل الي، وانا اللي بعت لك اياهم مع السائق، وهسه بدي استلمهم ابو نواف بكفني. اسمع يا سيد صفوان، وتروح بتجيب السائق وبتيجي وانا بسلمهم له قدامك. احنا بنروح على السائق وبنجيبه لهون. انا بهمني الاقي اصايل هسه. انت شوف اللي بريحك، اما بالنسبه الي يومين، اذا ما اجى الرجل استلمهم بسلمهم للشرطه. طيب شكرا. الرجل مش مخطب معك. السلام عليكم. مع السلامه. يا مشهور وش صار معاك؟ اي اي زين زين ما يخالف، روحوا للقريه وجيبوا الرجال هذا. اي لا انا احكي مع صاحب النادي. مع السلامه. الو اعطيني صاحب النادي. انا صاحب النادي. هلا شيخ ابو نواف. عاد المؤاخذه يا شيخ، انا ما بقدر اتصرف غير هيك. تكرم تكرم كرمالك، بدل يومين اسبوع. انت بتؤمر. مع السلامه. يا سالم عذر السيارة. لسه ما اجا؟ طيب ما حد خبر وين راح او وين بده يروح؟ طيب شكرا. عجيب وين بده يروح على هالصبح؟ وين الفرس؟ الفرس وين؟ جيب ايدك خات، هسا الناس اللي شافونا بقول ابصر شمال. انا بس بدي اسالك عن الفرس لمين بعتها؟ اي فرس يا رجل؟ انت شو اللي بدك اياه مني؟ الفرس اللي اشتريتها من شداد بعرب الشيخ صايل. يا رجل احكي معاي بهداوة. طيب بس قولي لمين بعتها. هذه الفرس عزيزة علي، وصدقني اللي باعك اياها سرقها سرقة، صدقني. انت ليش تحكي معاه هيك؟ خيو اذا ما قلت لي وين رحت فيها بعمل لك مشكلة طويلة عريضة. يا اخي انا تاجر خيل وجمال وكل يوم ببيع وبشتري، انت عن اي فرس بتعني؟ لا انت متذكر وعارف عن اي فرس بعني، وهذيك المرة لما التقينا بالمبيت هربت مني حتى ما تواجهني وتقولي لمين بعتها. إذا هارب من شان ما يقول لك معناها بعد عنده. اسمع بدك تمشي معاي هسا وتقولي وين هي، وإلا باخذك للشرطة وبتهمك بسرقتها. وانت ليش بتحكي معي هيك؟ لأنك بتلف وبدور معنا. قول وين هي أحسن لك. وانتو مين حضرتكم بالأول؟ أنا مشهور من جماعة الشيخ أبو نواف، وهذا صفوان. الفرس من خيلنا وبدنا إياها، فريحنا وريح حالك وقل لي لمين بعتها، ولا تفكر انه رح نتركك لحالك الا لما نعرف لمين بعتها. خيو انا مش صاحب مشاكل ولا بحبها، انا بعتها للسيد مدحت في عمان، ومنكم له اصطفلوا. وهذا وين محله؟ هذا اللي ما بقوله، انتوا حاولوا تعرفوا. على كل حال شكرا لك، واحنا اذا دلينا عليه مش رايحين نقول له انه عرفنا منك. بس اسمع اذا حكيك طلع مش صحيح ترى بتندمها. يا رجل انا ما بكذب عليك، انتوا لما تسالوا عنه رايحين تعرفوا. السلام عليكم. مشهور امشي ندور عليه. طب احنا ليش جينا هون بالاول؟ والله اني نسيت. روح ندور على شوفير السياره. روح. طب بس نعرف مدحت مين بالاول. مش مهم، المهم عرفنا الفرس وين. ايوه 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 هاي الجاي. السلام عليكم. السلام. اهلا صفوان. اهلا يا رجل، لفينا القريه كلها لما دلينا على بيتك. يا سيدي هينا قاعدين في البيت. بدنا اياك تيجي معنا عند النادي حتى نسلم الخيل. انا سلمت الخيل زي ما قلت لي. مزبوط، بس هم مش معترفين ومش مصدقين انها الي، وبدهم اياك تيجي حتى تسلمها انت. بس انا عندي ضيوف وبقدرش اروح معاك هسه. اهلا شاكر. اخبر ارجوك بشاني،
واللي بدك اياه انا مستعد فيه. ولو يا سيد صفوان خيرك سابق، بس بقول لك عند ضيوف. خير ان شاء الله. انت ومين؟ احنا جايين من المدينة لهون مشانك، وارجوك ما تفشلنا. هدول بيحلموا. الفرس انا اشتريتها وصارت ملكي. يا اخي اعمل معنا معروف، احنا بدنا نخلص من هالشغلة وكل شيء بحسابه. طيب لحظة صغيرة، ضربنا عصفورين بحجر واحد. وما عرفت مين هم؟ واحد اسمه صفوان والثاني مشهور، بس يمكن يجوا لعندك ويخذوها. يا هلا بيهم، اذا كانوا رجال يربوا على مزرعتي. مع السلامه.